بسم الله الرحمن الرحيم. توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وفق النهج المتبع زيارة السيد رئيس أركان لقائد قوات البرية معاون العمليات مدير الاستخبارات هيئة الركن في رأس الأركان وأيضا في قيادة العمليات المشتركة في جولة تفقدية لقطاعات كركوك. تم عقد اجتماع وإيجاز تفصيلي من قبل القادة قائد فرقة داعش قائد الفرقة الثامنة أمري التشكيلات حق القطاعات البطلة في كركوك. تبذل جهد كبير على المستوى الإداري الفني القتالي، مثل ما لاحظت هناك نقاط تم تحصينها وأصبحت نموذجية حقيقة نفتخر بها بعمل كبير بإمكانات ذاتية. الكركوك حقيقة تشهد استقرار أمني كبير منذ أكثر من 9 أشهر. الإرهاب يتلقى ضربات موجعة سواء من قطاعاتنا البرية على الأرض أو من خلال خلية الاستهداف الجوي، ضربات جوية موجعة في وادي الشاي، في زغيتون، في أطراف كركوك. لله الحمد هذا التراجع الكبير لداعش، قطاعاتنا البطلة بدأت تستثمرها أيضا على مستوى التدريب، على مستوى تحرير أفواج، وعلى مستوى بناء النقاط وتحصينها. الشيع قبل أيام حقيقة موضوع تواجد قوات أمريكية أو تحالف أو نزول قوات، حقيقة هذا الموضوع عاري تماما من الصحة. قطاعاتنا البطلة كافية، ما عندنا أي قوات قتالية للتحالف. ضمن مخرجات الحوار والإطار الاستراتيجي اللي يتعلق بمهام قوات التحالف تقدم المشورة، موضوع الاستطلاع، التدريب وتمكين، لذلك ماكو أي قوات قتالية ولا عندنا إضافة لقوات موجودة في كركوك. وقطاعاتنا البطلة من الجيش، من الشرطة، من الشرطة الاتحادية، الشرطة المحلية بإسناد ومتابعة من الأخ المحافظ جهودة مشكورة، قطاعاتنا تتقدم وقادرة على مسك زمام الأمور ودحر داعش بشكل نهائي إن شاء الله.